أبنائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في درس جديد من دروس لغتنا العربية للصف الثاني عشر ضمن برنامج التعلم عن بعد. عنوان درسنا اليوم قصة مريم الصناع، الجزء الثاني. عزيزي الطالب، يتوقع منك في نهاية الدرس أن تحدد العناصر الفنية للقصة بشكل دقيق، تستنتج أساليب السرد في القصة بشكل صحيح. أبنائي الطلاب، بداية لا بد من الوقوف عند عناصر القصة الفنية، فالقصة تتكون من الحبكة، وهي عبارة عن تسلسل أحداث القصة من البداية مروراً بالوسط وصولاً إلى النهاية. أما البداية فيتم فيها عادة تحديد مكان وزمان القصة وبعض الشخوص بهدف رسم الخطوط العريضة للجو العام. أما الوسط فيشمل الموضوع ويتطور عن طريق الصراع بنوعيه الداخلي والخارجي، سواء أكان مع قوى بشرية أم غير بشرية، ويؤدي الصراع إلى الوصول للذروة. أما النهاية فتشمل تقديم الحل للذروة، وقد يكون هذا الحل مغلقاً أي محدداً يغلق القصة، وقد يكون مفتوحاً أي تنتهي القصة ولكنها لا تقفل، بل تترك النهاية مفتوحة، وهو ما يفعل دور المتلقي ويبرز عنصر التشويق. وهنا عزيزي الطالب، لابد من الإشارة إلى أن الحبكة قد تكون بسيطة أو مركبة، فالبسيطة تكون مبنية على حكاية واحدة، أما المركبة فتكون مبنية من حكايتين أو أكثر. ننتقل الآن إلى العنصر الثاني، وهو الزمان، وهو الوقت الذي وقعت فيه أحداث القصة. أما المكان فهو مسرح أحداثها، ننتقل الآن إلى الشخصيات. الشخصيات تكون على نوعين: الشخصيات الرئيسة، وهي التي تلعب الأدوار المهمة في القصة. أما الشخصيات الثانوية فهي التي تساعد في نمو الأحداث وترابطها. هنا أيضاً عزيزي الطالب، لابد من الإشارة إلى أن الشخصية المحورية في القصة هي التي تدور حولها أحداث القصة، فكل شخصية محورية هي شخصية رئيسة، وليس كل شخصية رئيسة هي شخصية محورية. العنصر الأخير وهو الراوي، وهو على نوعين: الراوي الحاضر ويتحدث بضمير المتكلم، والراوي الغائب ويتحدث بضمير الغائب. قصة مريم الصناع من النصوص السردية، وهذا النمط وجد في الأدب العربي القديم كما هو موجود في الأدب العربي الحديث، وسنعكف هنا على دراسة العناصر الفنية والسردية التي توافرت في هذه القصة. والآن عزيزي الطالب، لنقف عند العناصر الفنية لقصة مريم الصناع التي هي موضوع درسنا. فالبداية مع الحبكة. الحبكة هنا في هذه القصة مركبة، أي قصة داخل قصة، وهو نمط سائد في السرد العربي القديم. لقد بدأت أحداث هذه القصة باجتماع البخلاء في المسجد، ومن ثم دخول الشيخ عليهم وإخبارهم بنبأ موت مريم الصناع، وتصاعد الأحداث وتطورها حيث تبلغ ذروتها بالجدل الدائر بين مريم وزوجها الذي أراد أن يعرف كيف جهزت ابنتها بالذهب والفضة.
وتتجه بعد ذلك نحو الحل لتصل إلى النهاية المغلقة بنهوض القوم جميعا إلى جنازة مريم والصلاة عليها إقرارا منهم بحسن صنيعها. الآن عزيزي الطالب ننتقل إلى عنصر الزمان، فالزمان في هذه القصة متعدد، فهناك المتصل بموت مريم الصناع وهو اجتماع الناس في المسجد وسماعهم خبر موت مريم الصناع، ومن ثم استماعهم إلى أخبارها فصلاتهم عليها وتعزية زوجها، وهناك زمن الحكاية الداخلية وهو خبر مريم وتزويجها لابنتها. أما عنصر المكان فهو متعدد، لكن المسجد يبدو أكثر دلالة وتأثيرا. أما الشخصيات فالرئيسة مريم الصناع، وهي شخصية محورية أيضا، فهي محور لأحداث القصة، كذلك زوج مريم. أما الشخصيات الثانوية فالشيخ الذي نقل الخبر والمجتمعون في المسجد. أما العنصر الأخير الراوي، تعدد الرواة سمة من سمات السرد العربي القديم، وهنا في هذه القصة نجد الراوية الغائبة العليمة وهو الكاتب نفسه، والراوية الغائبة الشيخ الذي ذكر خبر موت مريم الصناع. ننتقل عزيزي الطالب إلى السرد وأنواعه. السرد اصطلاحا هو إخبار من صميم الواقع أو نسج من الخيال أو من كليهما معا في إطار زماني ومكاني بحبكة فنية متقنة. أما أنواع السرد فهناك السرد الموضوعي التقريري، يقدم فيه الراوي الأحداث على شكل إخبار بتجرد موضوعي عن الشخوص والأحداث، يتحدث فيه بضمير الغائب. أما السرد الذاتي يكون الراوي حاضراً كشخصية في القصة تروي أحداثها، يتحدث فيه بضمير المتكلم. أما السرد المتداخل يتداخل فيه السرد الموضوعي بالسرد الذاتي. أساليب السرد في القصة: الوصف، وهو وصف الشخصيات والأماكن داخلياً وخارجياً. أما التداعيات فهي استدعاء الماضي وتذكره، الحوار الداخلي، حديث النفس. أما الحوار الخارجي فهو تبادل الأحاديث بين الشخصيات. التشخيص، وهو تحديد وتصوير ملامح الشخصية من الخارج والداخل. أما التقديم والتأخير فيكون في عناصر الحبكة. أبنائي الطلاب، ما نوع السرد الذي استخدمه الكاتب في قصة مريم الصناع؟ أحسنتم، السرد الموضوعي التقريري، حيث اعتمد الكاتب بشكل رئيس على السرد المباشر بذكر الأحداث وتتاليها، وكذلك استخدم في الروي ضمير الغائب كقوله اجتمع ناس في المسجد، هل شعرتم بموت مريم الصناع؟ زوجت ابنتها وهي بنت 12، فنهض القوم بأجمعهم. ننتقل عزيزي الطالب إلى أساليب السرد. ما الأساليب التي وظفها الكاتب في هذه القصة؟ الحوار الخارجي، نعم، ذاك الحوار الذي دار بين المجتمعين في المسجد،
وكذلك الحوار بين مريم وزوجها. وظيفة الحوار هنا أنه يكشف عن طبيعة الشخصيات، فالحوار في هذه القصة كشف بعد نظر مريم الصناع وحرصها ومواظبتها لتحقيق أهدافها. من أساليب السرد التي وظفها الكاتب أيضاً في هذه القصة الوصف، حيث اعتمد الكاتب الوصف المباشر لمريم الصناع كقوله إنها كانت من ذوات الاقتصاد وصاحبة إصلاح، وكقوله أيضاً نوادرها كثيرة وحديثها طويل. عزيزي الطالب، أجب عن السؤالين الآتيين. السؤال الأول، رسم الكاتب ملامح شخصية مريم الصناع من خلال الحوار والوصف، وضح ذلك مدللاً على ما تقول. أحسنت، بدت مريم الصناع امرأة مدبرة صالحة أمينة في بيتها، وقد كشف الكاتب عن هذه الصفات من خلال الوصف المباشر كقوله كانت من ذوات الاقتصاد وصاحبة إصلاح، ومن خلال الحوار نجد ذلك في الجمل الآتية: كنت أرفع من دقيق كل عجنة حفنة، وما أنت بخائنة في نفسك، وإني لأرجو أن يخرج ولدك على عرقك الصالح. السؤال الثاني، جاءت الحبكة في القصة مركبة، وضح ذلك ثم علل شيوع هذا النمط من الحبكة في السرد العربي القديم. أحسنت، القصة الأولى اجتماع البخلاء في المسجد لتدارس أمورهم وحديثهم عن مريم الصناع ومشاركتهم في جنازتها، والقصة الثانية قصة مريم الصناع وتزويجها ابنتها. غلب هذا النمط في السرد القديم لغلبة الطابع الحكائي عليه وعدم نضجه الفني. أعزائي الطلاب، في نهاية درسنا نستطيع القول إننا تعلمنا اليوم العناصر الفنية للقصة وأساليب السرد فيها. أستودعكم الله على أمل لقائكم في درس جديد بإذن الله تعالى.